هل تحب الاختراعات التكنولوجية الغريبة والمثيرة للجدل؟ هل تريد معرفة ما هي الأشياء التي تم حظرها في بعض البلدان ولكنها ما زالت متاحة على أمازون؟ إذا كانت إجابتك نعم، فتابع معنا هذا الفيديو، حيث سنعرض لك 10 اختراعات محظورة يمكنك شراؤها من أمازون. إذا كنت تريد أن تكون مثل الجيش وتمحو ذكرياتك بسرعة وأمان، فعليك أن تجرب هذه الفلاشات العجيبة، فهي تقوم بحذف كل شيء من الهارد ديسك بضغطة زر واحدة. لا تقلق، فالفلاشات متوافقة مع أغلب الأجهزة التي صنعت بعد عام 2000، ولا تكلف إلا 47 دولار. وإذا كنت تسأل عن كيفية استخدامها، فلا داعي للقراءة أو البحث، فقط شاهد الفيديو التعليمي القصير الذي يستغرق دقيقتين فقط. هكذا تستطيع أن تبيع جهازك بثقة وسلامة، أو تتخلص من أسرارك قبل أن يكشفها أحد. هذه هي فرصتك لتبدأ حياة جديدة بلا ماض، فلا تضيعها. هل تعلم مدى سرعة عمليات الاحتيال ببطاقات الائتمان؟ في الولايات المتحدة، استطاع زوج من اللصوص أن ينجزوا ذلك في ثوان معدودة. واحد منهم ألهى صاحب المتجر، بينما وضع الآخر جهازاً لقراءة البطاقات على جهاز الدفع. هذا الجهاز السحري يقوم بسرقة بيانات البطاقات الإلكترونية من مسافة متر واحد تقريباً، سواء كانت بطاقات دخول للشركات أو المصانع، فهذا الجهاز يستطيع أن يقرأها وينسخها. ولا تخف، فهذا الجهاز لا يعمل مع البطاقات البنكية، فهو ليس خطيراً على أموال الناس. هذا هو سبب سعره المنخفض، فهو لا يتجاوز 100 دولار. والآن، هل أنت مستعد لشراء هذا الجهاز والذهاب لمركز الشرطة سوياً؟ إذا كنت تحب الهواتف القديمة بالأزرار، فهذا الهاتف ليس لك. فهذا الهاتف هو حلم كل مخترق ومستقل ومنفصل عن العالم. فهذا الهاتف صغير وخفيف، يزن 85 غرام فقط. ولكن لا تنخدع بشكله، فهو يحتوي على مزايا رائعة. أولاً، يمكنك الاتصال بدون شريحة، فقط احصل على حسابي SIP وانضم إلى شبكة Wi-Fi وتحدث ما شئت. ثانياً، يمكنك تطوير هذا الهاتف وتحويله إلى استوديو موسيقي أو جهاز تحكم عن بعد. هذا الهاتف يدوم لثمانية ساعات من المكالمات، والأزرار قابلة للبرمجة. سعره يبدأ من 90 دولاراً، هل تريد هاتفاً أفضل من هذا؟ إذا كنت تريد أن تصبح خبيراً في فتح الأقفال، فهذا الجهاز هو ما تحتاجه، فهو يقوم بفتح أي قفل بسهولة وسرعة. فقط ضع الإبرة المناسبة واضغط على الزر وانتظر النتيجة. هذا الجهاز لديه بطارية قوية تكفي لساعتين من العمل المتواصل. وزنه حوالي 350 غراماً، ويمكنك حمله في جيبك. ولا تنسى الإبر الإضافية التي تساعدك على التدريب، فهذا جهاز احترافي يحتاج إلى مهارة وخبرة. ولا تظن أن فتح الأقفال الصينية البلاستيكية يعتبر سهلاً، فهذا جهاز للمحترفين فقط. سعره 270 دولار. هل تجرؤ على تجربته؟ إذا كنت تحب الألعاب الإلكترونية والتحكم في كل شيء، فهذا الجهاز هو صديقك المفضل. فهو يشبه جهاز ألعاب، لكنه أكثر من ذلك بكثير. فهو يمكنك من التحكم في أنظمة المنزل الذكي والأبواب والحواجز من مسافة 50 متراً، ويمكنك أيضاً من تسجيل وتخزين وتقليد مفاتيح الذاكرة والبطاقات الإلكترونية والتحكم في التلفزيون والمكيف. وهذه ليست كل مزاياه، فهو مصمم للاستخدام اليومي ويدعم بطاقات مايكرو SD حتى 64 جيجا بايت، ويعمل لمدة أسبوع بشحنة واحدة. سعره 119 دولاراً. هل تستطيع مقاومة هذا الجهاز؟ إذا كنت تريد أن تستمتع بالهدوء والسكينة، فهذا الجهاز جامر هو ما تبحث عنه. فهو يقوم بإصدار ضجيج أبيض، أي إشارة لا تحمل أي معلومات. بهذا الجهاز يمكنك حجب إشارات GPS وGSM و3G وWi-Fi. ولا تقلق، فهذا الجهاز سهل التصنيع في المنزل، وإذا كنت تشك في قدراتك، فهناك نماذج جاهزة في السوق العام.
أحد المواقع الصينية يعرضها بحوالي 30 دولاراً. هل تريد أن تتخلص من الضوضاء والتدخلات؟ إذن أحصل على هذا الجهاز. إذا كنت تحب الأفلام الأمريكية التي تحتوي على قنابل ومتفجرات، فهذه الساعة هي ما تناسبك. فهي تشبه ساعة المفجر، لكنها أكثر من ذلك. فهي ساعة ذكية تحتوي على العديد من المزايا والألعاب والبرامج. ولكن الميزة الأكثر إثارة هي قدرتها على فحص مدى أمان شبكات واي فاي المتاحة. فبهذه الساعة يمكنك أن تمارس دور المخترق وتقوم بقطع اتصال جميع الأجهزة من شبكة معينة وإنشاء شبكات وهمية بعدد كبير. والأفضل من ذلك أنك تستطيع التحكم في الساعة من الكمبيوتر دون أن تخرجها من جيبك أو تنزعها من معصمك. سعرها 50 دولاراً. هل ترغب في تجربة هذه الساعة؟ إذا كنت تحب التجسس والتصوير الخفي، فهذه النظارة هي ما تحتاجه. فهي تبدو عادية، لكنها تحتوي على كاميرا مخفية ذات تسجيل فيديو بجودة عالية. وليس هذا فحسب، فالبائع يمنحك بطاقة ذاكرة بحجم 16 جيجا بايت مجاناً، تكفي لتسجيل 10 ساعات من الفيديو. وزن النظارة حوالي 35 غراماً، وشحنتها تدوم 50 دقيقة. والنظارة متوافقة مع ويندوز ولينوكس، ويمكنك استخدامها ككاميرا سيارة أو كاميرا مراقبة للأطفال. سعرها 40 دولاراً. في المرة القادمة سأتحقق من كل زواري الذين يستخدمون النظارات. إذا كنت تريد كاميرا أصغر وأخف، فهذه الكاميرا المخفية في مشبك ربطة العنق هي ما تبحث عنه. فهي تسجل فيديو بدقة 640 في 480 بكسل، وزاوية رؤية ب 60 درجة. وهي متينة وتعمل في درجات حرارة مختلفة من 60 درجة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، ورطوبة 90%. وتصميمها عادي ومناسب للرجال والنساء. هناك عدة أنواع متوفرة على موقع الشركة. سعرها أغلى من سعر النظارة، فهو 200 دولار. أوه، نظارة بكاميرا وأيضاً ربطة عنق بكاميرا. يبدو أنني لن أستقبل ضيوفاً بعد اليوم. إذا كنت من محبي حرب النجوم والمبارزة بالسيوف الضوئية، فهذا المؤشر الليزري هو ما تحلم به. فهو قوي جداً، حتى أنه يستطيع أن يحرق حصيرة اليوغا أو القميص. لذلك كثير من المراجعات تحذر من أنه ليس بلعبة، ويجب التعامل معه بحذر شديد. البائع يكتب أنه منتج للصيد والمشي والإضاءة المسرحية، وأن مداه حوالي 8 إلى 10 كيلومترات. على سبيل المثال، يمكن استخدام المؤشر الليزري كإشارة إنذار، ويمكن تعديل سمك الشعاع واختيار أوضاع تشغيل مختلفة. وكإجراء احترازي، ينصح بارتداء نظارات وإبعاد الأطفال عن الجهاز. هل تريد أن تشعر بالقوة؟ اشتري هذا المؤشر الليزري. وهكذا نصل إلى نهاية هذا الفيديو الذي شاركنا معكم فيه 10 اختراعات مذهلة ممنوعة في بعض البلدان، ولكنها متوفرة على أمازون. هل أعجبتكم هذه الاختراعات؟ هل ترغبون في اقتناء أي منها؟ ولكن نود أن نحذركم من استخدام هذه الأدوات بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي، فقد تعرضكم للخطر أو للمساءلة القضائية. فكونوا حذرين ومسؤولين عند التعامل مع هذه الأدوات. وإذا كان لديكم أي تساؤلات أو استفسارات، فلا تترددوا في الاتصال بالبائع أو بالسلطات المحلية للاطمئنان على قانونية هذه الأدوات في بلدكم. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم في الأسفل، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا لمزيد من الفيديوهات المثيرة والمفيدة. شكراً لمتابعتكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر. مع السلامة.